listen or listen the time for grade 7 الصف السابع. اليوم عنا درس الوقت للصف السابع كما هو مبين بشكل طلاب. هاي شكل الساعة كيف نتعرف على الوقت باللغة الإنجليزية. بالبداية عنا عقرب الساعة نسميه بالإنجليزي hour hand. عقرب الدقائق minute hand. عقرب الثواني second hand. في عنا ساعة تقسم إلى قسمين، القسم الأول باست، القسم الثاني تو. عنا نبلش الساعة إذا كانت ساعة بالضبط بتكون أقلاط. نبلش مثلا عنا ساعة وحدة نقول it's five past one، وحدة بخمسة it's ten past one، وحدة وعشرة الربع quarter past. إذا الربع quarter past 20 دقيقة 20 باست. نبلش نقول 20 باست بعدين الساعة إلا 5 دقائق أو 25 دقيقة 25 باست. طبعا النصف half باست إلا ربع quarter باست. كان في الشكل السابق نجد أن الساعة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول اللي هو half باست، القسم الثاني 2. الساعة تماما تسمى o'clock. يعني إذا عندنا مثلا الساعة ونفترض مثلا الساعة 3 نقول it's 3 o'clock، it's 3 o'clock. النصف يسمى half past، half past. مثلا عندنا الساعة مثلا وحدة نقول it's half past 1، ساعة وحدة ونص. أول شيء بنقول النصف past بعدين الرقم. الربع يسمى quarter past، quarter past. مثلا عندنا الساعة مثلا ولنفترض مثلا 7:15 بنقول it's quarter past 7، quarter past 7. بنقول أول شيء quarter past بعدين الساعة اللي عندنا هي الساعة 7:15. إلا ربع تسمى quarter to، quarter to. مثلا عندنا الساعة مثلا 10:50 بنقول it's quarter to 10، يعني لسه بدها quarter ربع لحتى تصير 10، 15 دقيقة. كما هون موضح بالشكل عندنا الساعة مثلا هون 9. نقول طبعا الوقت او الساعة غير عاقل نرمز له ب it's، it is 9 o'clock. الساعة 9 بالضبط 9 o'clock 9 o'clock. إذا الوقت نرمز له it's لأنه غير عاقل. هون عندنا الساعة 8:15 نقول it's quarter past 8، quarter past 8. يعني المهم نفهم من درسنا انه بالكوارتر او بالقسم الاول الباست بنشير للساعه نقول اتس 5 باست، بعدين بنحكي الساعه النظاميه مثلا عندنا 1 2 3 4 2 بنقول الكوارتر او الاربع، بعدين بنقول الساعه النظاميه. وظيفه او تمرين رايت ات عندنا ساعات باللغه العربيه بدها تحويل للغة الإنجليزية. الساعة 5:10، الساعة السادسة إلا ثلث، الخامسة والربع، الخامسة إلا ربع. هذا هو درسنا لليوم، بسيط جدا وسهل، ومن خلاله لازم نكون نتعرف على الوقت. بس نحفظ تقسيم الساعة هذا بنكون حفظنا. إذا الباست بنقول الباست بداية بعدين الساعة، هون بنقول الساعة بعدين التو، لأنه هون مع هون إلا. هذا درسنا اليوم، أتمنى التوفيق للجميع.